الرجل الأكثر رائع حضور ألمع النجوم لحضر معنا لا في مجال الإعلام لا مجال الترتيب ولا في مجال الغناء. كاين الأستاذ الإعلامي نوفل عبدة، كاين الأستاذة بشرى أهريش، كاين الأستاذة كذلك منى الكيبل، والأستاذ الجميل حاتم إدارة. دونك اللي باغي نقول شي سؤال مرحبا بك. حنا اليوم متواجدين في المدرسة المغربية لعلوم المهندس، ألف ألف مرحبا بكم. تفضلوا بالنسبة للصحفيين اللي باغي يشوفوا سؤال، ومن دابا شوية غادي يكون معنا مسؤول ديال المدرسة المغربية لعلوم المهندس. دونك ناخذ شي سؤال إذا كان. كلمة أقصد. مساء الخير على الجميع. كل الشكر لإدارة المدرسة المغربية لعلوم المهندس على الدعوة، وكل الأمنيات بالتوفيق لطلبة المدرسة. الهندسة نحن بحاجة إلى أطر تتمتع بالكفاءة لبناء أغلب الغد. أمر جميل التواجد بين الطلبة، وأمر أجمل أن يكون هناك أنشطة ثقافية موازية لإدارة المؤسسة للطلبة والاحتكاك بمجموعة من الفئات المجتمعية من عدد الفئات والإعلام. وأنا أتشرف اليوم بحضور نجم صديقتي بشرى أهريش سهيل، وأيضاً غزالة بونيا وأخي وصديقي حاتم إدار، وإن شاء الله يكون بالمو يعني على أحسن صورة ويحقق نجاح لكم. شكراً. السلام عليكم. من محاسن الصغر أنني أتواجد اليوم بهذه المدرسة العتيدة، وأنني كنت إلى جانب مجموعة من الفنانين نشرف على تأسيس كلوب كولتيرال اللي عندهم في السيفر باك، وبأن هذه المسابقة ديال مواهب المهندسين كنا كل سنة كندورو للمسي ديال المغرب كامل مراكش في الرباط، وكنا كنختاروا المواهب. واللي كان يفاجئنا دائما انه كاين مواهب رائعه في كل المجالات، سواء في الغناء في الترتيب في النحت يعني في الموسيقى في مجموعه الميادين الفنيه. كان لي الشرف انني الدوره الثالثه والرابعه والخامسه تلاقيت مع الطلبه ديال ليسي، وكنا كنديروا حفل كبير وكنتوجوا الفائزين في مؤسسه مسرح محمد الخامس، والمواهب بالاضافه للمهنه ديالهم كمهندسين هما فنانين بالفطره فنانين بالروح، وما الهندسه الا مهنه يمتهنونها ولكن الفن هو في روحه. فانا فرحانه انني نجي اليوم ونكون بين طلبه جداد ببروموسيون جداد، وان شاء الله دائما نتلاقاهم على خير وبركه. السلام عليكم. سعيدة جدا بتواجدي معكم ومع زملائي الأعزاء العزيز والقدير جدا نوفل أختي وعزيزتي بشرى بطبيعة الحال وسهيل، كل فرح بقلوبي دار وصديقي حاتم، تشرفت أنني شفتك اليوم. التواجد بصح في هذا الحفل هو تشجيع مني لهذ المواهب اللي حنا نشوفوها في مدرسة شباب. كنفرح ملي كنشوف الشباب المغربي متشبت في التحصيل العلمي وكيطور الموهبة ديالهم لأجل تغذية الروح. سي بيان اننا ننميو فينا حب الفن، ماشي ضروري كنا نخرجوا ممثلين ومغنيين، ولكن لو في اننا كنزاولوا لا هادشي كينعكس ايجابا بزاف على تكويننا كفاعلين في هذا المجتمع. اليوم بغينا نقولوا فاعلين ايجابيين، الروح الفنيه زوينه انها تزرع في الوليدات من المهد ديالهم، فما بالك تشوف ما شاء الله مهندسين هما كيطوروا المهارات ديالهم عصافا انورمون بليزير، وكنسبق لهم من دابا وشكرا تواجدكم انتم معنا. شكرا لكم. السلام عليكم. جيت عند ايضا فرحان باش تواجد اللمه الجميله وسط وجوه هديه معروفه في عالم الاعلام في عالم الدراما في عالم الصحافه، ففرحانه اني كنت واجد معكم. اللي نقول له انه هذه فرصه سعيده، و يعني انه باش هذه المدرسه او هذه المؤسسه القيمه انها دير التفات الفنيه، لانه كيف ما كان الجماعة الحاليه واحد الشونجمون في العالم العربي، وانه الثقافه الفنيه واش كتدخل واحد الارث مادي ومعنوي ايجابي كبير بزاف. فالحمد لله يعني كنفرح انه لما كنشوفوا مثلا الغزاوه ديال الاعمال الفنيه في الدراما وفي الموسيقى في بلادنا المغرب وحتى خارج المغرب، اذا ولا هذا الحس الفني والاعلامي ايضا، ولينا كنكونوا طاقات من خلال مدارس من خلال الجامعات، فهذا شيء جميل. شكرا للمؤسسه القيمه على هذه البادره الطيبه، وان شاء الله يا ربي يكثر افراحنا ومسراتنا وترجع الهواء اكيد تحت الرياضه
والقيادة الرشيدة للسيد الله يرحمه. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.